نعم، مثل هذه اللقاءات بطبيعة الحال هي واحد الجسر مفتوح ما بين الطالب الذي يقرأ ويدرس جوانب نظرية، ولكن في اللقاءات الحميمية مع فنانين ومبدعين من كتاب من رسامين من روائيين إلى آخره، هذا شيء يعطيهم نظرة على النضال وكيف هؤلاء الذين كونوا أنفسهم. بطبيعة الحال الطالب يجب أن يتخذ قدوة ومثال مثل هؤلاء الفنانين والمبدعين بصفة عامة، هذا واحد. اثنين، أن هذا الانفتاح هو ضروري، لأن حتى لا يبقى تبقى الجميع تقريبا متكلسة في الجانب النظري الأكاديمي الذي قد لا يفيد، يعني حتى الطالب تتاح له فرصة الانفتاح الذاكرة دياله والتعرف على الناس عن كتاب، لأن مثل هذه اللقاءات مهمة جدا، لأن هؤلاء الذين مروا من هذه اللقاءات سيكون يكون واحد المرجعية للطالب في يوم من الأيام، سيتذكر بأنه التقى مع الفنان القادي، مع الرسام الفلاني، مع الروائي الفلاني إلى آخره، وهذا هذا البجاج هذا المرجعية مهمة جدا في حياتنا، حتى لا يبقى هكا مقوقعا منغلقا في إطار الجامعة. احنا كطلبة في الكلية هنا كتهمنا بزاف مثل هذه اللقاءات، لأنه كيحضروا فنانين، خصوصا أننا احنا ولاد الدومين ديال المسرح والدراما وكل ما يخص الفن، فحال هاد اللقاءات هادو كيهمونا بزاف، لأننا كناخذوا تجارب ديال فنانين كبار، كنستافدوا من التجارب ديالهم سواء كانت سلبية ولا إيجابية. المهم حنا في الاسم ديال الإجازة ديالنا مهنية، خصنا نحتكوا بالأساتذة وبكبار الفنانين في جميع المجالات، لا في الموسيقى لا في المسرح لا في السينما، لابد أننا ناخذوا تجارب من عند هاد الفنانين هادو ونقتديو بهم ونمشيو على النهج ديالهم، باش ان شاء الله تكون واحد المسيره فنيه موفقه، لان الهدف ديالنا من هاد الشعبه هادي هو اننا ان شاء الله نحاولوا ما امكن نحققوا واحد المستوى فني راقي اللي كتطمح ليه البلاد وكتطمح ليه الفنانه المغاربه بصفه عامه. انا فاتلي كانت عندي لقاءات مع الطلبه بطبيعه الحال في كل كليه ديال المغرب، سواء مع فرقة نورس سواء بوحدي، دائما كنحضر في أمسيات، في يعني اللي كتكون أمسيات حماسية كنغني فيها أغاني ملتزمة. هذا الشيء ما بقاش في الكليات الآن. هذا اللقاء هذا مع الطلبة مهم، أنا شخصيا بعد بالنسبة لي مهم، لأن واحد الوقيتة كتلقى دوك الطلبة كبروا وكيعقلوا عليك وكيبقاو مذكرينك، إذا هذا إيجابي بالنسبة لي، إيجابي بزاف. وما كيلعبش دور عاوتاني في يعني كيخرج حتى الكليه من ذاك الانغلاق بطبيعه الحال. كليه تمسيك كليه غير منغلقه، لان هي كليه كمنفتحه على العالم بتنظيمها، مثلا الفيلم الفيديو بتنظيمها المهرجان العالمي للمسرح. حقيقه هذا مهم، هو مفيد في حقيقه للمبدع اكثر ما هو مفيد للطالب، لان الطالب كيمكن اللي يشوف عبر يوتيوب ولا انترنت اي ارتيست ويشوف يعرف عليه وداك الشيء، ولكن الفنان المغربي مهم يجي عند هذه الشريحه هذا باش يتعرفوا عليه، باش حتى هما باش يعرفوا واحد النوع الفن اللي ما كيدوش في الاعلام، اللي ما كيشوفوش، اللي ما منتشرش بزاف في الميديا كلها. اذا مهم المبدع بزاف حقيقه.